المدينة الفضائية أحد أهم المشروعات التي تقوم عليها الدولة المصرية، إذ أدرجت مصر تطوير صناعة الفضاء في استراتيجيتها الوطنية وأحرزت تقدماً كبيراً في مجال الفضاء. لذلك تعمل على بناء مدينة فضاء على أرض العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة مجال علوم الفضاء وتوطين هذه الصناعة الحيوية في البلاد. من المقرر أن تقام المدينة الفضائية على مساحة 123 فدان، ومخطط لها أن تضم 23 مبنى يشمل وكالة الفضاء المصرية وقاعة مؤتمرات ومكتبة كبرى خاصة بالمجال الفضائي ومبنى كبير للمراقبة والتحكم، وأيضاً وكالة الفضاء الأفريقية ومبنى تصميم وتطوير الأنظمة الفضائية. كما تضم المدينة معمل النموذج الهندسي ومعمل البيئة الفضائية ومعمل اختبار الخلايا الشمسية الفضائية. ومن المتوقع انتهاء المرحلة الأولى من إنشاء المدينة قريباً ليفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تغطي هذه المرحلة عمل وخطة وكالة الفضاء على مدار العشر سنوات القادمة، خاصة وأنها تحقق استدامة لفترة طويلة في المرحلة الحالية، والتي من المستهدف فيها توطين تكنولوجيا صناعة الأقمار الصناعية